قرعة البارح أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة باء إلى جانب منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران. يعني حتى كنهضر مع لاعب دولي سابق اللي عاش تجربة 86 اللي هو أول فريق إفريقي تأهل للدور الثاني. أنت يعني كيفاش كيبان لك بعد هاد الجروب هذا، وشكون يمكن النصائح اللي يمكن تعطي لهاد اللاعبية باش، لأن حتى ذاك الوقت في اللعب ترى فرق كبار يعني بونياك لاطو البرتقيس كان هذاك فوتري وكان لعبة كبارين. طبعا هذوك اكبر المنتخبات في اوروبا ديك الساعه، ديك الساعه هاتلي في لونجلو لا انجلترا ولا تماما. لا اللي كاين بطبيعه الحال هو دابا بزاف ديال الناس متخوفين وكيقولوا بانه في المجموعه تلمعوا في القرعه ما كانش رحيمه بالمنتخب الوطني المغربي. ما ننساش بانه يعني راه من ضمن 251 كبار اللي دوله كتشارك في الاقصائيات راه غير 32 اللي كيتاهلوا، 32 هما الاقوى يعني جميع القارات. يعني كل منتخب كيكون غادي يشارك في كاس العالم الا كاين الا يعني قوي وغادي يدير كيدخل في المنافسه لاجل هدف معين. بطبيعه الحال كل واحد الهدف ديالو كاين اللي باغي يدوز للدور الثاني، كاين اللي كيقلب على يوصل نصف النهايه، كاين اللي كيقلب على ربع النهايه، كاين اللي بطبيعه الحال المنتخبات اللي عندها العاده كتشارك كل مره في كاس العالم وكتبغي كتنافس على اللقب. ولكن هذا ما كيمنعش بان المغرب الى رجعنا للتاريخ يعني منذ الستينات من المباراه اللي لو فامو ماتش اللي يعني المغرب ضد اسبانيا فدائما سواء في هذاك الماتش ولا كاس العالم ديال 1980 المغرب طاح كان تحت مجموعه صعيبه ضد المانيا وبلغاريا وبيرو وديال 86 نفس الشيء ديال يعني 94 و 92 يعني ما عمر القرعه كانت رحيمه بالمغرب. ولكن اللي كاين دابا هو المغرب كاين واحد النقاط مهمه جدا وكاين اشارات اللي كتخلينا نكونوا بطبيعه الحال متفائلين والتفاؤل ديالنا غادي كيزيد كيكبر. المغرب العوده ديالو هذا العوده ديال الحلم من بعد 20 سنه هذه العوده كتعني بان هذه ولاده جديده بالنسبه للكره المغربيه، ولاده جديده بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، ولاده جديده بالنسبه لكل لاعب ديال المنتخب الوطني المغربي، لان كلهم هذه اول مشاركه غادي تكون لهم في كاس العالم وما دخلوش التحديات. وي اكزاكتومون غادي يدخلوا واحد التحديات كبيره، والتحديات بما ان احنا يعني كاعضاء جامعيين واللي احنا قرب اللعابه وعارفين اش يعني الحديث اللي كيدوز اللي كيروج بيناتهم يعني يعني من بعد المباراه ديال الاخيره ضد الكوت ديفوار، فهما بالنسبه لهم ما يعني ما نقولش ما مسوقينش، اللي عندهم في دماغهم هو نحققوا افضل ما حقق المغرب في 86 ونديروا احسن من الناس اللي سبقونا، ولما لا نخلقوا يعني المفاجأة الوصول ربع النهائي كأس العالم. هذو كلهم حويجات بالنسبة لنا احنا صراحة كالتحديات اللي داخلين في هذا مهمة جدا، وكاين واحد التحدي كذلك حتى ديال الناخب الوطني بما انه هذا المدرب هو متخصص وناس في الكره الافريقيه باللقب اللي فاز مع زامبيا وباللقب الافريقي اللي فاز فيه مع الكوت ديفوار ما بقى عنده ما يبين في القاره الافريقيه معروف يعني ايرفي غانا كلوب في اي مكان اللي هو يعني حتى هو داخل واحد التحدي الشخصي بما انه هو مطالب الان باثبات الكون ديالو كمدرب كبير عالمي امام انظار العالم. هذه الحويجات كلهم مهم بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي ديالنا ان شاء الله. دونك انت عزيز انت دوك قلت وزيت اوبتيميست انت متفائل ان شاء الله. توتافي جو سوي اوبتيميست سانسيرمون انا ما زعما جو نو فيت با سوسي سيتادير باسكو جو سوي كون ا اون ايكيب performante, une équipe
l'équipe nationale dispose de joueurs de jeunes, de qualité, et puis motivés. Donc on ne peut pas avoir mieux, sincèrement.